أبنائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجنا المفضل لدينا جميعا، مدرسة على الهواء. أهلا أبنائي، أبناء التعليم الفني الصناعي نظام ال3 سنوات وال5 سنوات قسم تشغيل المعادي. النهاردة إن شاء الله شباب إحنا في حلقة جديدة مع مادتنا الجميلة CNC. النهاردة حلقتنا هتدور حول مقدمة عن ماكينات التحكم العددي CNC. وقبل ما أبدأ في مادتنا الجميلة لازم نعرف أهمية المادة دي في سوق العمل دلوقتي. دلوقتي شباب المادة دي عندنا المادة دي موجودة في سوق العمل صناعة كاملة. 60% من شغل المصانع بالنسبة لتخصص الصناعات الميكانيكية بيحتاج للعمل بماكينات CNC. مجال CNC دلوقتي بقى بيغزو بطريقة يعني سريعة جدا جدا السوق، وبالتالي احنا محتاجين ان احنا نفهم المادة دي كويس قوي قوي قوي، لانها مادة فرصة بالنسبة لنا لاننا ننزل سوق العمل ونلاقي فرصة عمل محترمة. مادة CNC لو فهمناها كويس قوي مرتبنا مش هيبقى بالشهر، مرتبنا هيبقى بالساعة. فني CNC في سوق العمل بيتقاضى اجره بالساعة، فمادة بتاعتنا مهمة قوي 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 لينا. عايزين مع بعض نركز فيها كويس جدا، وان شاء الله هي مادة ظريفة قوي وسهلة جدا جدا، وبإذن الله هتبقى مادة ممتعة وهتحبها جدا جدا. تمام، مع بعضينا كده بقى نبدأ بمقدمة كده المكن CNC. يعني ايه مكن CNC اصلا، ويعني ايه كلمة CNC اللي بيقولولنا عليها دي. الشاشة بتاعتنا الجميلة هتعرض لنا مفهوم ماكينات التحكم العددي CNC مع بعض على الشاشة. CNC يا ولاد هو عبارة عن اختصار لثلاث كلمات. حرف السي الأول اختصار لكلمة كمبيوتر، الان اختصار لكلمة نيوميريكال، السي الثاني اختصار لكلمة كنترول. يبقى أنا عندي CNC اختصار لثلاث كلمات وهما كمبيوتر، نيوميريكال، كنترول. طب يعني ايه بقى يا ميس كمبيوتر نيوميريكال كنترول؟ يعني تحكم عددي باستخدام الحاسب الآلي. لو جينا شفنا كلمة كمبيوتر يعني حاسب آلي، نيوميريكال يعني عددي، كنترول يعني تحكم. لما اجي اخد المسمى كده على بعضه هلاقيه تحكم عددي باستخدام الحاسب الآلي. طيب احنا بقى عايزين نفهم من حضرتك يعني ايه تحكم عددي باستخدام الحاسب الآلي. يعني شباب احنا كنا الاول بنتحكم في المكنة عن طريق يد العامل. يد العامل هي اللي كانت بتشغل المكنة، وهي اللي كانت بتوقفها، وهي اللي كانت بتحرك العدة، وهي اللي كانت بتظبط العدة بتاعتي، وهي اللي كانت بتعمل عمليات القياس، وهي اللي كانت بتظبط عمق القطع بتاعي وبتظبط التغذية. لا خلاص، بدل يد العامل اصبح في برنامج، البرنامج ده هو اللي هيتحكم في تحريك اجزاء الماكينة بتاعتي، وهو اللي هيحول الرسمة بتاعت الشغل بتاعي اللي انا هبدأ اعملها لبرنامج، والبرنامج ده هيخاطب الجزء الكهربي في الماكينة عن طريق وحدة. الوحدة دي بنسميها BLC. يعني ايه BLC؟ يعني Programmable Logic Control. يعني ايه بقى؟ يعني التحكم المنطقي المبرمج. يا ميس حضرتك قلت لنا كده مصطلحين، حاجة اسمها CNC وحاجة اسمها BLC. CNC يا ولاد هي الماكينة اللي هتقوم بعملية التشغيل نفسها. طب CNC ديت معاها كمبيوتر هو اللي هيبقى عليه البرنامج.
طب البرنامج ده بقى علشان يتحكم في أجزاء المكنة ويشغلها مش محتاج لمواتير؟ حلو قوي. مين اللي هيوصل البرنامج ويحوله للغة المواتير تفهمها المكنة؟ اللي هيحول لغة البرمجة للغة أجزاء الماكينة واحدة أخرى تسمى البي ال سي. إيه هي بقى البي ال سي؟ قالك وحدة تحكم، اسمها وحدة إيه؟ تحكم. بتاخد الأوامر اللي جاية من جهاز الحاسب الآلي بتاعي وبتحولها لإشارة كهربائية وإشارة حركية. تبدأ الإشارات دي تبدأ تشغل لي أجزاء المكنة، فبالتالي البرنامج اللي موجود في جهاز الحاسب الآلي يبدأ يتحول لإشارات كهربية وإشارات حركية ويبدأ يتنفذ عن طريقه البرنامج في الماكينة. إيه الجمال ده؟ يعني أنا عندي وحدة اسمها وحدة البي ال سي، ودي الوحدة اللي وصية ما بين لغة الحاسب الآلي ولغة الماكينة. زي ايه يا ولاد؟ زي مثلا انا لما اكون بتكلم بلغة انجليزية وحد قدامي لغته لغة فرنسية، انا مش هو مش فاهمني وانا مش فاهماه، فاحنا بنجيب مترجم. المترجم ده بيعرف يترجم من انجليش لايه؟ لفرنش. طب حلو قوي. المترجم ده هو اللي بيفهمنا احنا الاتنين اللغة بتاعتنا احنا الاتنين. مين المترجم عندي بقى في مكان السي ان سي؟ المترجم عندي هو وحدة التحكم بتاعتي. وحدة التحكم ديت هي اللي بتفهم لغة البرمجة، وهي اللي بتاخد لغة البرمجة ديت وتحولها للغة الماكينة. هي اللي بتاخد لغة البرمجة من الحاسب وتحولها للغة الماكينة عن طريق الأسلاك الكهربائية والمواتير. بتبدأ تدي إشارات للمواتير اللي عندي في المكنة، وتبدأ تحرك المواتير ديت أجزاء المكنة وتنفذ المنتج بتاعي. يبقى أنا دلوقتي استخدمت إيد العامل ولا استخدمت البرمجة؟ استخدمت البرمجة. لذلك هو ما قاليش تحكم يدوي، قال لي التحكم العددي بالحاسب الآلي. يبقى السي ان سي هو تحكم عددي وليس يدوي. وليس ايه يا حبايبي؟ يدوي. يعني انا بتحكم عدديا في المكنة عن طريق برنامج، ما بتحكمش يدويا. شغل الكونفنشال مشير اللي هو المكن التقليدي اللي هو المكن البلدي هو اللي كنت بتحكم فيه يدويا، انما شغل النيوميركال ماشين اللي هو المكن اللي بتحكم فيه عن طريق البرمجة هو اللي بتحكم فيه عن طريق وحدة التحكم المنطقي اللي هي بنسميها وحدة البي ال سي بروجرامبل لوجيك كنترول. تمام يا حبايبي؟ يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان السي ان سي انا بتحكم فيه عن طريق البرمجة وليس التحكم اليدوي. تمام؟ واحنا عرفنا ان السي ان سي هي اختصار لثلاث كلمات، وهي الكمبيوتر نيوميريكال كنترول، زي ما الشاشة بتاعتنا بتعرض لنا. هي بتعرض لنا شاشتنا ايه؟ بتقول ان السي ان سي هو عبارة عن كمبيوتر نيوميريكال كنترول. حلو قوي الكلام ده. طيب احنا عايزين نفهم يعني ايه بقى كمبيوتر نيوميريكال كنترول. قال لي هو تطبيق لاحد الطرق العددية للتحكم في الماكينات. يعني ايه مش تطبيق لاحد الطرق العادية؟ مش احنا يا ولاد قلنا ان البرنامج عبارة عن حروف وارقام ورموز؟ انا هعمل برنامج، البرنامج ده هيتكون من ايه؟ هيتكون من شوية حروف ورموز وارقام. يبقى التحكم هنا هيجيني عن طريق ايه؟ عن طريق الحروف والرموز والارقام. يبقى ده تحكم عددي. يبقى ده تحكم ايه؟ عددي. علشان كده بنقول هي احد الطرق التطبيقية، احد الطرق الايه؟ التطبيقية العددية. لمين؟ للتحكم في الماكينات، وذلك عن طريق ايه؟ عن طريق حروف ورموز وارقام. الحروف والرموز والارقام دي انا كونتها كلها علشان اعمل منها برنامج التشغيل. وقد سميت سي ان سي لانها تحتوي قلنا السي الاولاني كمبيوتر نيوميريكال كنترول، فاحنا سميناها سي ان سي لانها تحتوي على جهاز كمبيوتر.
وجهاز لتحويل بين الاثنين، وجهاز للتحويل بين الاثنين اللي هو الجهاز بتاع البي ال سي اللي هيحول لغة الكمبيوتر للغة الايه الماكين. يبقى لما نيجي نكتب مفهوم السي ال سي، احنا مش عايزين نكتب وخلاص، عايزين نبقى فاهمين يعني ايه المفهوم ده. احنا قلنا السي ان سي مكن انا هبرمجه عن طريق برنامج. البرنامج ده هيتكون من مجموعة من الحروف والرموز والأرقام، لذلك قلنا هي أحد الطرق العددية للتحكم في إيه؟ للتحكم في الماكينات. هتحكم في المكنة عن طريق إيه؟ مجموعة من الحروف والرموز والأرقام كونتها عشان أعمل منها إيه يا شباب؟ عشان أعمل منها برنامج التشغيل. طب وبرنامج التشغيل ده هيتحط في المكنة، المكنة دي اسمها إيه؟ مكنة السي إن سي. طب وسميناها ليه سي ان سي؟ علشان المكنه دي هتكون مرتبطه بجهاز حاسب آلي، وكمان هتكون مرتبطه بجهاز التحويل ما بين لغه الحاسب الآلي ولغه الماكينه. والجهاز اللي بيغير لغه الحاسب للغه الماكينه بيسمى البي ال سي، اللي هو البروجرامبل لوجيك كنترول او وحده المنطق. وحده المنطق ديت هي الوحده الاساسيه اللي بتحول لغه البرنامج من الحاسب الآلي الى لغه او اشارات حركيه واشارات كهربيه داخل الماكينه، علشان تحول خطوات البرنامج لخطوات تنفيذيه فعلا في المنتج يتنفذ بيها الايه المنتج بتاعي. تمام يا حبايبي، وده كان مفهوم السي ان سي. ننتقل مع بعض كده نشوف شاشتنا هتعرض لنا ايه في حلقتنا النهارده عن السي ان سي. مع بعضين على الشاشه بيقول لي احنا هنعرض اجزاء ماكينات التحكم العددي. اي ماكينات التحكم العددي ديت بتتكون من ثلاث اجزاء رئيسيه. ايه هما الثلاث اجزاء؟ اول حاجه الماكينه، وهي التي تقوم بعمليه التشغيل. المكنه بتاعتنا دي هي اللي هتقوم بعمليه التشغيل، يعني المكنه هي اللي هتصمم عمليات التشغيل اللي انا عايز اعملها. يبقى المكنه وظيفتها ايه؟ هي اللي هتنفذ عمليات التشغيل في المنتج. يبقى اول حاجه في اجزاء الماكينه المكنه نفسها، وهي اللي هتنفذ عمليات التشغيل فين؟ في المنتج بتاعي. طيب وكمان ايه المكن ده بيتكون من ايه؟ قال لي رقم اتنين وحدة التحكم، وحدة التحكم. والوحدة دي احنا قلنا عليها دي المبرمج اللي بيبدأ يترجم، او اللي بيبدأ يترجم لغة الحاسب يحولها لغة المكنة. الوحدة دي اسمها وحدة التحكم، اللي هي وحدة البي ال سي، اللي هي مسؤولة عن التحكم في محركات المكنة كلها. يبقى الوحدة اللي قدامنا على الشاشة دي حبايبي هي اللي بتتحكم في كل محركات الماكينة اللي عندي، يعني هي اللي بتدي الإشارة لكل المواتير اللي عندي في الماكينة. جميل. طيب ايه هو الجزء الثالث؟ الجزء الثالث وهو الكمبيوتر. والكمبيوتر ده بتبقى وحدة إضافية بتبقى مرتبطة ارتباطا مباشرا بالماكينة، ووظيفته كتابة البرنامج عليه وكمان حفظ البرنامج عليه. بكده يا ولاد دول أجزاء ماكينات التحكم العددي. يبقى أنا عندي كده لما يجي يقول هو مكن السي ان سي ده ايه الأجزاء الرئيسية الأساسية في الماكينة بتاعتي؟ هما تلات أجزاء. المكنة وهي اللي هتقوم بعمليات التشغيل التنفيذية في المنتج، المكنة وهي التي تقوم بعمليات التشغيل التنفيذية فين؟ في المنتج بتاعي. جميل. طب والحاجة التانية ايه؟ وحدة التحكم. ووحدة التحكم دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الوحدة المسؤولة عن التحكم في كل محركات المكنة. عبارة عن ايه يا ولاد؟ عبارة عن الوحدة المسؤولة عن التحكم في كل ايه؟ أجزاء المكنة بتاعتي. طيب وحدة التحكم دي بتتحكم في ايه؟ بتتحكم في كل المواتير اللي موجودة في المكنة، وهي المسؤولة عن تحويل لغة الحاسب إلى لغة التشغيل أو التنفيذ وحركة الايه؟ الماكينة نفسها. تمام يا حبايبي؟ طيب وعندنا جزء ثالث وهو الكمبيوتر.
ده الكمبيوتر ده هو ده الاساس في مكن السي ان سي، لان التحكم اصبح عن طريق برنامج. طيب انا هكتب البرنامج على ايه؟ هكتب البرنامج على جهاز الحاسب الالي اللي هو الكمبيوتر. طيب وايه كمان؟ لو حبيت احفظ البرنامج بتاعي احفظه على جهاز الحاسب الالي. لو حبيت اصدر البرنامج للمكنة هصدر البرنامج من على جهاز الكمبيوتر للهارد بتاع المكنة بتاعتي. يبقى الكمبيوتر او الحاسب جهاز الحاسب الالي ده مهم جدا جدا من مكونات ماكينات التحكم العددي. بنعمل عليه ايه بقى يا ولاد؟ احنا بنكتب عليه البرنامج، بنحفظ عليه البرنامج، بنقدر نصدر من خلاله البرنامج لهارد مين؟ الماكينة، عشان الماكينة تبدأ تقوم بايه؟ بوظائفها. تمام يا حبايبي؟ يبقى انا كده اجزاء ماكينات السي ان سي هي عبارة عن الماكينة وهي التي تقوم بعمليات التشغيل للمنتج بتاعي، وحدة التحكم وهي التي تتحكم في جميع محركات المكنة بتاعتي، كمان جهاز الحاسب الالي. وجهاز الحاسب الالي ده وظيفته ان انا اكتب عليه البرنامج واحفظ عليه البرنامج بتاعي واصدر من عليه البرنامج لمين؟ للمكنة بتاعتي. تمام يا شباب؟ مع بعضينا بقى كده ونشوف أنظمة التحكم العدسي. أنظمة التحكم الايه؟ العدسي. احنا عندنا في المكنة اكتر من نظام تحكم. بداية كان اول نظام تحكم اتعمل لماكينات السي ان سي كان نظام بنتحكم من خلاله في الماكينة عن طريق حاجة اسمها يا ولاد الشريط المثقب. الشريط الايه؟ المثقب. يعني ايه ميس الشريط المثقب ده؟ هم كانوا عملوا شريط في مجموعة من الثقوب، كانت دي الآلية اللي بتشغل المكنة. الثقب ده بيبقى عبارة عن عملية تنفيذية المكنة هتنفذها، ويفضل العملية دي بتتنفذ لحد ما يجي في الشريط ثقب تاني يبدأ ينفذ عملية ايه؟ عملية اخرى. طيب الشريط المثقب ده يا ولاد كان ينفع ان احنا نعمله نفس الشريط ينتج لي اكتر من منتج؟ قال لي لا بقى، ما هو ده كان عيب النظام ده. عيب نظام الشريط المثقب ان هو كان ما بينفعش غير لمنتج واحد. النظام ده يا ولاد كان اسمه ال ان سي. كان اسمه ايه؟ ال ان سي. اول سيستم طلع بيه ماكينات التحكم العدسي كان نظام الشريط المثقب. كانت البرمجة بتاعته ثابته، يعني كنت اعمل على الشريط ده منتج واحد واكرره بقى طول ما المكنة شغالة. يعني المكنة دي لو شغالة 24 ساعة شغالة على نفس المنتج بنفس الشكل والأبعاد. طيب هل ينفع النظام ده مع التطور الهائل في التكنولوجيا اللي احنا بنعيشه دلوقتي؟ لا طبعا، وده اللي خلانا نفكر ليه نظام أحدث شوية. النظام الأحدث شوية ده احنا جبنا جهاز الحاسب الآلي وخليناه مرتبط بالمكنة، فتحولنا من نظام الـ NC إلى نظام الـ CNC علشان انا حطيت كمبيوتر. طب كان ايه فايدة الكمبيوتر بقى؟ فايدة الكمبيوتر ان انا بدأت ان انا اكتب برنامج واقدر اغير فيه، واقدر اغير ايه فيه. يعني انا لو واقف على المكنة والمنتج اللي انا هعمله ده محتاجة تغيير فيه، اقدر ان انا نفذ منتج تاني وانا واقف وخط الانتاج شغال؟ ايوة، وهو ده اللي حصل، وهو ده التطور اللي فرق ما بين الـ NC والـ CNC يا حبايبي. تمام؟ يبقى الـ NC ده كانت مكن بيعمل بطريقة الشريط المثقب، وكان المكن ده بينتج منتج واحد ولكن بكميات كبيرة جدا. الـ CNC بدأ ان هو انتج من عليه منتجات متغيرة بأشكالها وأحجامها وبرضك بالكميات الكبيرة اللي أنا عايزاها. وجينا بعد كده بقى يا ولاد وقالوا ان احنا عندنا CNC ده هو نظام اتحكم فيه في مكنة، يعني جهاز الكمبيوتر بتاعي
جهاز بيتحكم في المكنة اللي هو مرتبط بيها. طب لو عايز أبرمج مكنة تانية، أبرمجها من خلال جهاز كمبيوتر آخر موجود على المكنة التانية. طب ولو عايز عندي بقى في عنبر التشغيل بتاعي في المصنع 40 مكنة، محتاج إن أنا أقف على كل مكنة على حدة وأبدأ أبرمجها. طب فكرنا وطلعنا بنتيجة جميلة جدا. إيه هي بقى النتيجة؟ إن إحنا عملنا نظام اسمه DNC. نظام اسمه إيه يا ولاد؟ DNC. طب يعني إيه DNC؟ ده نظام اختصار لكلمة Direction Numerical Control. النظام ده بقى فيه يا ولاد إن معايا جهاز كمبيوتر واحد اسمه جهاز الكمبيوتر المركزي. جهاز الكمبيوتر الإيه؟ المركزي. اسطب من عليه البرنامج وابدا انزل السيت اب بتاعي على المكن كله في نفس اللحظه. من خلال جهاز كمبيوتر واحد اقدر اشغل مصنع فيه 40 مكنه CNC من خلال جهاز حاسب واحد، وعن طريق متحكم واحد، وعن طريق رجل واحد متحكم في المكن. ايه؟ في المكن كله. النظام ده احنا بنسميه نظام البرمجة المباشر Direction Numerical Control. يبقى في فرق ما بين الكمبيوتر Numerical Control والDirection Numerical Control. الكمبيوتر Numerical Control جهاز واحد لكل مكينة، ببرمج كل مكنة من على الجهاز الخاص بيها، ولكن الدايركشن نيوميريكال كنترول ده جهاز كمبيوتر مركزي متصل باكتر من مكنه، اقدر من خلال هذا الجهاز اعمل سيت اب لكل المكن في ان ايه؟ في ان واحد. الكلام الجميل اللي احنا عرضناه ده اسمه انظمه ماكينات التحكم العددي، ال NC، CNC، DNC، ومع بعض نشوف الانظمه دي على الشاشه بتاعتنا. مع بعض بقى نشوف الانظمه بتاعتنا. أول نظام الشاشة بتعرضه لنا هو إن يوجد 3 أنظمة لماكينات التحكم العددي. أول نظام الـ NC، وهو أول نظام برمجة وكانت الماكينة تعمل بواسطة الشريط المثقب. يبقى في هذا النظام كانت المكنة ساعتها بتعمل بشريط الإيه؟ المثقب. وإحنا قلنا إن ده نظام برمجة ثابت بيعمل لي منتج بشكل واحد ولكن بكميات ايه؟ كبيرة جدا. النظام التاني حبايبي وهو كان نظام الـ CNC، وكان فيه الكمبيوتر في ماكينات الـ CNC بيبقى متحكم في ماكينة ايه؟ واحدة، والكمبيوتر بيكون متصل اتصالا مباشرا مع الماكينة التي يعمل معها، ويسمى هذا النظام بنظام البرمجة المباشرة. DNC هو عبارة عن Direction Numerical Control. الكمبيوتر يكون في مكان بعيدا جدا عن الماكينة التي يعمل معها. باستخدام هذا النظام ممكن أتحكم في أكثر من ماكينة في وقت واحد عن طريق كمبيوتر مركزي. عن طريق كمبيوتر إيه يا ولاد؟ مركزي. ده كده نظام DNC. انا دلوقتي عرفت ان انا بالنسبة لانظمة التحكم في ماكينات التحكم العددي عندي 3 انظمة. الثلاث انظمة بتوعي نظام الـ NC ونظام الـ CNC ونظام الـ DNC. واختلاف الثلاثة سهل جدا. اول نظام اتعمل الـ NC كان يعمل بالشريط المثقب وكان بينتج لنا منتجات بشكل واحد وبحجم واحد وابعاد واحدة، وما اقدرش ان انا اغير في البرنامج خالص، ولكن كان بينتج المنتج ده بكميات كبيرة. طب انا لو عايز اغير واجيب منتجات باشكال مختلفة واحجام مختلفة وتفاصيل او عمليات تنفيذية مختلفة، جبت CNC هو اللي كان بيعمل لي الموضوع ده. طيب انا لو حبيت ان انا ابرمج كل المكن في وقت واحد من خلال جهاز كمبيوتر واحد مركزي، يبقى في الحالة ديت هستخدم نظام الـ DNC اللي هو Direction Numerical Control. ولازم ولادي حبايبي يفهموا المصطلح بالانجليش والمصطلح بالعربي، لان المادة بتاعتنا في سوق العمل كدالوجات وبتبقى فيها مصطلحات انجليش كتير.
فاحنا لما نقول الكلام بتاعنا لازم ناخد المصطلح بالعربي وكمان نحفظ المصطلح بالانجلش. تمام حبايبي؟ يبقى ال ان سي هو عباره عن نيوميريكال كنترول، السي ان سي كمبيوتر نيوميريكال كنترول، الدي ان سي دايركشن نيوميريكال كنترول. تمام حبايبي؟ دول كده انظمه التحكم باستخدام ماكينات التحكم العددي. مع بعضينا بقى وننتقل لموضوع جديد في حلقتنا. الموضوع بتاعنا ده جميل قوي يا ولاد. مميزات وعيوب ماكينات التحكم العددي السي ان سي. طيب احنا من قبل ما نعرض المميزات كده، احنا قبل ما تعرض لنا الشاشه المميزات، مكن بيشتغل بالحاسب الالي ومكن بيشتغل ببرنامج، والمكن ده مفيش اي تحكم فيه عن طريق يد العامل خالص، مفيش تدخل يد العامل فيه خالص. طيب معنى كده ان مفيش اضاءه هتاثر على العامل فيطلع لي القياس بتاعه مش كويس، لا ده المكن شغال مع نفسه، جهاز القياس موجود جوه المكنه وجهاز القياس عارف شغله. تمام؟ يعني المكنه ديت مفيش تدخل يد العامل خالص ايه فيها. نفتكر ايه مميزاتها، ممكن تكون ايه مميزاتها. انا شايفة ولادي، اي ولادي بيقولوا ايه، بيقولوا ممكن تبقى الاخطاء بتاعت العامل هتبقى ايه قليلة، مش هتكون موجودة الاخطاء اللي كان بيقع فيها العاملون دي، مش هتكون موجودة. ايه كمان؟ المكنة دي هتطلع لنا جودة عالية جدا. طيب وايه كمان؟ المكنة دي هتشتغل 24 ساعة، يعني هتديني كمية انتاج مهولة، يعني هتعود على المؤسسة الانتاجية بتاعتي بكمية ارباح ايه ما شاء الله كبيرة جدا حلوة. يبقى المميزات بتاعتنا، المكنة ديت هتدينا نسبة انتاج عالية، الاخطاء اللي هيقع فيها العمال هتبقى قليلة، كمان انا لو حبيت اغير في شكل وحجم المنتج اغير وانا واقف وانتج منتجات جديدة، بس عن طريق ان انا اغير في البرنامج اللي انا بستخدمه. ايه الجمال ده؟ يعني وانا واقف بدل ما اغير العده، كان في التقليد يا ولاد لو نفتكر مكنه المخرطه التقليديه، عشان اعمل عمليه جديده لازم اجيب العده الجديده ولازم احط لينات ومثبتات وافضل اعمل شغلانه قد كده عشان بس اعمل عمليه تنفيذيه ايه جديده. لا ده دي تحط العدد كلها مره واحده، وهي المكنة أول ما بتدور البرنامج بتاعها العدد عارفة النظام اللي هي هتمشي فيه، وبتبدأ تعمل لي كل العمليات ورا بعضيها بدون أي تدخل وبدون إن هي ما تتوقف وتحتاج لأي مثبتات أو أي مرشدات، وكمان بتقبل أي تغيير في المنتج بتاعي بطريقة سهلة جدا. المميزات الجميلة دي. دلوقتي بقى الشاشة بتاعتنا تعرض لنا مميزات ماكينات التحكم العددي. مع بعضينا على الشاشة نشوف المميزات الجميلة. أول ميزة من مميزات ماكينات التحكم العددي، تقليل الزمن الضائع بدون إنتاج فعلي. المكنة شغالة 24 ساعة، يبقى مفيش أي وقت ضايع بدون أي إنتاج إيه فعلي. استخدام تجهيزات ومثبتات أكثر بساطة من المستخدمة في المكن التقليدي. المثبتات اللي انا كنت بثبت بيها في المكن التقليدي كانت متعبه جدا، كنت بحط لينات واثبت بمسامير، كل الكلام ده ما بقاش موجود في مكن السي ان سي، فبالتالي التجهيزات لتثبيت الشغله بقى اكثر بساطه بكتير جدا من الماكينات الايه التقليديه. طب عندي ايه كمان يا اولاد؟ قال لي تحقق هذه الماكينات نظام انتاج اكثر مرونه للتغيرات في جداول الانتاج. يعني انا عندي المكن ده بيديني نظام انتاج اكثر مرونه. يعني ايه؟ مش فاهمينا كده، يعني ايه نظام انتاج اكثر مرونه؟ يعني يا اولاد لو انا عايز انتج منتج وفي اي تعديل في البيانات بتاعته، او تعديل في السرعه او التغذيه او عمق القطع اللي انا بشتغل بيهم، بسهوله جامده جدا على المكنه اقدر ان انا اغير الابعاد واقدر اغير شروط القطع وانا واقف على المكنه، فبالتالي الانتاج هنا بقى مرن عن المكنه الايه عن المكنه التقليدي. تمام؟ يبقى المكن اللي هو الاوتوماتيك او المكن السي ان سي بيبقى اكثر مرونه من المكن الايه من المكن التقليدي. كمان يا حبايبي قال لي السهوله
في تقبل أي تغيرات في تصميم القطع المنتجة، لأن ذلك يحتاج فقط إلى تغيير في البرنامج. معناه إيه الكلام ده يا ولاد؟ لو عندي أي منتج هغير في البرنامج بس بتاعي وهنتج المنتج الجديد. فهنا بيقول لي إن المكن بتاعي الجميل ده هو بيقبل أي تغيرات في المنتج فقط عن طريق تغيير البرنامج. غيري البرنامج وأنا هنتج لك منتج جديد. كل ما نغير أي حاجة في البرنامج هيتغير تصميم أو إنتاج الإيه المنتج بتاعي. فده ميزة جميلة جدا في مكن الإيه السي إن سي. إيه كمان المميزات الجميلة بتاعتنا؟ قال لي زيادة دقة التصنيع وتقليل الأخطاء التي قد يقع فيها العاملون. والنقطة دي جميلة جدا يا ولاد، زيادة دقة التصنيع. أنا عندي جهاز قياس، جهاز القياس ده لا بيتأثر بإضاءة ولا بيتأثر بجهاز قياس جودته عالية أو مش عالية، لا ده جهاز قياس معياري موجود جوه المكنة، فبالتالي الإنتاج اللي هيطلع ذو دقة عالية جدا. تمام؟ وكمان الإنتاج اللي هيطلع مش هيبقى فيه أي أخطاء من الأخطاء اللي كان بيقع فيها مين؟ العاملون. طب والعامل ده كان بيقع في الأخطاء دي ليه؟ لأن الإضاءة مش مناسبة ليه وهو بيقيس، لأن جهاز القياس اللي هو ماسكه أصلا مش ماسكه بطريقة مظبوطة، جهاز القياس أصلا في تفاوت في الأبعاد بتاعته. كل الكلام ده يا ولاد كان بيحصل في الشغل على المكن الكونفنشن، على المكن الايه الكونفنشن ماشين اللي هو المكن البلدي المكن التقليدي. تمام؟ انما النيوميريكال ماشين مكن التحكم العددي الاخطاء دي خلاص ما بقتش موجوده. ما بقتش موجوده ليه؟ لان بدا يبقى في التحكم والقياس بقى عن طريق برنامج، وبالتالي البرنامج غير متاثر لا باداه قياس ولا باضاءه موجوده عندي اثناء عمليه القياس والتحقق من الدقه للمنتج. بقت التحقق من المنتج او دقة المنتج بقت آلية، فبالتالي الدقة بتطلع وفق معايير الاداء اللي انا محتاجها فعلا من المكنة. انا عايزة المكنة دي بتطلع لي جودة 1 من 1000، فعلا هطلع الجودة 1 من 1000. انما العامل انا كنت عارف ان العامل ده ممكن دقة، انا عايزة دقة 1 من 1000 ما يطلعها ليش، وتبقى في تفاوت في ايادي العمال من عامل لاخر، وكمان تفاوت في إمكانية المكنة اللي موجودة وإمكانية الإضاءة اللي أنا شغال عليها. كل الكلام ده يا ولاد في المكن التقليدي كان بيأثر على الإنتاجية وكان بيأثر على الجودة. طب أنا دلوقتي بالنسبة لمكن السي إن سي، لا من مميزاته إن بيقلل الأخطاء التي قد يقع فيها مين؟ العاملون. قد تكون مهملة أصلا، ما تكونش موجودة أصلا أخطاء. تمام؟ وكمان قال لي ان زياده الدقه بتاعه التصنيع نفسها تبقى ايه، بتبقى عاليه جدا واضعاف الدقه اللي موجوده في المكن المانيوال. تمام يا حبايبي، دي ميزه جميله جدا من مميزات ماكينات التحكم العددي. نبص على شاشتنا هي بقى، هنبدا نعرض ايه هو عيوب ماكينات التحكم العددي السي ان سي. بصوا يا ولاد احنا بالنسبه للعيوب عندنا، عيوب ماكينات التحكم العددي، اول حاجه انا اشتريها غاليه، الاستثمار المبدئي بتاع المكنه هدفع فيه فلوس كتير، بس المكنه هتطلع لي بعد كده ارباح عاليه قوي. بس ده بيعتبروه عيب، يعني من عيوب المكنه دي ان التكلفه الابتدائيه لشراء المكنه نفسها كبير، وتكلفه المعدات او اقلام التشغيل اللي انا بشغل بيها المكنه بردك كبيرة. تمام؟ والمكن بتاعنا بتاع السي ان سي ده بيحتاج لصيانات كهربية كتير. ليه بقى؟ لان بدل ايد العامل بقى موجود في كل مكان موتور عشان ادي الحق اديله الامر، بدل ايد العامل اللي كان بيتحرك اي ايد في المكنة بقت في مواتير، فبالتالي الصيانة الكهربية بتاعت المكنة هتبقى ايه؟ كبيرة جدا. طيب يبقى انا عندي دلوقتي عرفت ان عندي من عيوب المكن بتاعي ده التكلفة الابتدائية هتبقى عالية، تكلفة التشغيل بتاع المكنة هيكون عالي، هعمل له صيانة كهربائية ايه كتيرة. نبص بقى على الشاشة هتعرض لنا عيوب ماكينات التحكم العددي. اول حاجة
قال لي زيادة الصيانة الكهربائية وتنوعها داخل المصنع. يعني انا عندي صيانات كهربائية في المكنة هتبقى كتير قوي، وممكن تبقى صيانات كهربائية متعددة مش للمحركات بس، للمحركات وللعدادات والمؤقتات والحساسات، لان المكن ده دلوقتي بقى بيشتغل بنظام البي ال سي، فبالتالي في حاجة اسمها سنسورز وفي ريلي وفي محركات وفي زي عدادات ومؤقتات. كل الكلام ده يا ولاد بيحتاج لصيانة كهربائية، فبالتالي زيادة الصيانة الكهربائية وتنوعها داخل المصنع هتبقى ايه؟ كبيرة. كمان ارتفاع التكلفة الابتدائية لماكينات السي ان سي عالية، التكلفة الابتدائية اللي انا بشتري بيها الماكينة هتكون عالية شوية. ايه كمان حبايبي؟ ارتفاع تكلفة تشغيل المكنة هتكون كبيرة جدا. طب وايه كمان؟ قال لي يا ولاد بقى هنا، يبقى انا كده بالنسبة لي ده مميزات وعيوب ماكينات التحكم العجزي. احنا قلنا المميزات ان انا اول حاجة هنقلل الاخطاء التي قد يقع فيها العاملون، قد تكون مش موجودة اصلا، ان انا بيبقى سهل قوي ان انا اتحكم في تغيير المنتج بتاعي عن طريق فقط ان انا اغير البرنامج بتاعي. كمان من مميزات المكن دوت ان التجهيزات لتثبيت المشغولات بيبقى اكثر بساطة من تجهيزة بتاع تثبيت المشغولات على المكن الايه؟ التقليدي. طيب والعيوب بقى، احنا قلنا زيادة الصيانة الكهربائية اللي بتحتاجها المكنة، تكلفة شراء المكنة الابتدائية بتبقى عالية، وتكلفة تشغيل المكنة كمان بتبقى ايه؟ عالية. طيب احنا دلوقتي هنبدأ ناخد جزئية جديدة، وهي الفرق بين ماكينات السي ان سي والماكينات التقليدية من حيث الشكل، من حيث اجزاء المكنة نفسها، هنا كان ايه وليه، وهنا عملته او طورته ازاي وايضا ليه. الكلام ده هيتعرض لنا على الشاشة، هيبقى مقارنة ما بين ماكينات التحكم العددي والماكينات التقليدية. نبص مع بعضنا على الشاشة بتاعتنا ونشوف المقارنة الجميلة ما بين ماكينات التحكم العادي والماكينات التقليدية. اول حاجة في المقارنة اللي هو الشكل العام، المخرطة من 20 سنة شكلها تقليدي، هو شكل المخرطة بنشوفه البلز دي بنشوفها دايما ما اتغيرتش. مكن السي ان سي بقى بيبقى الماكينة محاطة بغلاف لحماية العامل من الرايش، وسائل التبريد، والضوضاء. يبقى انا عندي المكنة في السي ان سي بتبقى محاطة ببوابة او غلاف زجاجي، الغلاف الزجاجي ده ايه وظيفته؟ بيحميلي العامل بتاعي من الرايش والضوضاء وسائل التبريد. طب بالنسبة للهيكل بتاع المكنة، هيكل المكنة في المكن التقليدي بيبقى خفيف. ليه خفيف؟ علشان المكنة كلها بتبقى فيها موتور واحد، انما مكن السي ان سي بيبقى الهيكل تقيل شوية. ليه؟ علشان المكنة بتحتوي على اكثر من موتور، فهزة المكنة في السي ان سي لو هي خفيفة هتأثر على الايه؟ على الانتاج، هتأثر على المنتج نفسه وطريقة انتاجه. فبالتالي هيكل ماكينات التحكم العددي بيبقى اكثر قساوة واكثر جساءة واكثر قوة وثقل من ماكينات التشغيل التقليدية، ولكن ماكينات التشغيل التقليدية بتكون اقل قساوة واقل جساءة من ماكينات السي ان ايه؟ السي ان سي. احنا دلوقتي يا اولاد اخدنا من حيث الشكل العام، مكن التقليدي بيبقى شكله تقليدي الشكل، مكن السي ان سي بيبقى فيه باب. اولا المكنة ما بتشتغلش الا لو انا قفلت الباب ده، الباب ده عبارة عن غلاف، الغلاف ده بيحمي العامل من ايه؟ غلاف زجاجي، الباب ده عبارة عن غلاف زجاجي بيحمي العامل من الرايش اللي طالع من المكنة، من الضوضاء، من طرطشة سائل التبريد اللي ممكن تكون موجودة اثناء عملية التشغيل. تمام؟ طب وبالنسبة للهيكل بتاع الماكينة، هيكل ماكينات التحكم العددي بيكون اكثر قساوة بكثيرا جدا من ماكينات الايه؟ التقليدية. ليه الكلام ده؟ لان المكن التقليدي هو موتور واحد فيه، فبالتالي المكنة ما بتبقاش محتاجة التحميل قوي، انما مكن السي ان سي
كل عمود دوران فيه موتور، فلو شغلنا مجموعة المواتير دي وكان الهيكل بتاع المكنة خفيف هلاقي المكنة واقفة بتترج، فبالتالي علشان تبقى المكنة ثابتة على الأرضية بتاعتها وتبقى متحملة كل الحركة بتاعت المواتير اللي موجودة فيها ديت، لازم تكون الماكينة بتاعتي أكثر قساوة وأكثر ثقل من ماكينات التقليدية. تمام يا حبايبي، نشوف كمان باقي المقارنة ما بين ماكينات التقليدية وماكينات السي ان سي. بيقول لي بالنسبة لعمود الدوران، عمود الدوران في المكن التقليدي ألوز شبه منحرف، بينما عمود الدوران في المكن السي ان سي ألوز شبه كروي وبه كرات محمالية. يعني ايه الكلام الجميل ده؟ نشوفه وبعد كده ننتقل لنقطة تانية. عمود نقل الحركة يا ولاد بالنسبة للمكن التقليدي عمود شبه منحرف، وفي السي ان سي عمود الدوران شغال على كريات شبه منحرف. ايه عيوبه وليه عملناه كريات في السي ان سي؟ لما يكون العلوز بتاعك شبه منحرف تبقى الجشمة في العمود لما تيجي تلف بتلف على سطح، ما بتلفش على نقطة. لما يكون القلاوز شبه منحرف يبقى الجشمة مع العمود بيلفوا على ايه؟ على سطح، ما بيلفوش على ايه؟ على نقط. لما تلف على سطح يبقى الاحتكاك بتاعها هيبقى كبير، الاحتكاك الكبير ده بقى سبب مشاكل كتير جدا. ايه هي بقى المشاكل؟ هيرفع درجة حرارة العمود، هيقلل سرعة الدوران بتاعة العمود، هيقلل العمر الافتراضي للعمود بتاعي. يعني قطع الغيار في المكن التقليدي هتبقى عمرها ايه؟ قليل، وهتبقى سرعة المكنة نفسها قليلة جدا، وكمان هيبقى الحرارة المتولدة من العمود كبيرة قوي، فتآكل العمود هيبقى سريع، تآكل العمود هيبقى ايه؟ سريع. طب احنا فكرنا وبدأنا نشوف العيب ده انا ممكن اصححه ازاي في مكن السي ان سي. في مكن السي ان سي خلوا الحركة على سير، على كريات، الحركة بقت على كريات. طيب ليه كريات؟ قالك لان الحركة على كريات، الكرة لما تحرك على اخرى مساحة سطح الاحتكاك هتبقى نقط مش هتبقى سطح، هتبقى نقط مش هتبقى سطح. طالما مساحة سطح الاحتكاك بقت نقطة مش سطح يبقى انا قللت الاحتكاك، طالما قللت الاحتكاك يبقى قللت درجة الحرارة المتولدة، طالما قللت درجة الحرارة والاحتكاك يبقى مفيش تآكل هيحصل كبير، وبالتالي العمر الافتراضي لقطعة الغيار في مكن السي ان سي هتبقى أكبر بكتير من العمر الافتراضي لقطعة الغيار في مكن الايه؟ التقليدي. تمام يا حبايبي؟ يبقى حتة العمود هنا شبه منحرف وكريات مش نفهمها من المقارنة وخلاص، نقول ان هنا شبه منحرف وهنا كريات ونحفظ، لا ما نحفظش حاجة. ليه عملته هنا كريات؟ علشان اتفادى العيوب اللي كان موجود في مكن التقليد. طب ايه هي العيوب اللي كانت بتنتج نتيجة ان العمود بتاعي شبه منحرف؟ كانت درجة الحرارة بتبقى عالية قوي، التآكل بيبقى كبير عندي. طب لما درجة الحرارة والتآكل بيبقى كبير يبقى العمر الافتراضي لقطعة الغيار هتبقى ايه؟ صغيرة، فبالتالي السرعة كمان بتاعت المكنة هتبقى ضعيفة. كل العيوب دي انا تلاشتها وعوضتها لما عملت عمود دوران ذو كريات. بقى درجة الاحتكاك قليلة، درجة الاحتكاك لما قلت زودت السرعة وبالتالي قللت درجة الحرارة المتولدة، وكمان زودت العمر الافتراضي لقطعة الغيار اللي موجودة في مكن التحكم العادي. ده كده بالنسبة للمقارنة من حيث أعمدة الايه؟ الحركة. طيب نبص بقى على المقارنة من عنصر آخر. احنا عندنا العنصر الثاني اللي هو مصدر الحركة. مصدر الحركة في المكن التقليدي محرك واحد ذو تيار متردد، انما مصدر الحركة اللي موجود عندي في سي ان سي عبارة عن محركات خطوة ومحركات هيدروليكية، وكل المحركات دي موجودة لكل عمود دوران محرك. يبقى بالنسبة لمصدر الحركة، مصدر الحركة في المكن التقليدي هو محرك واحد للمكنة كلها، والمحرك ده بيعمل بالتيار المتردد. حلوة.
طب بالنسبة لمكن السي ان سي، هو الكل عمود دوران في المكنة في محرك، والمحركات دي من نوع اما محركات خطوة او محركات هيدروليكية او محركات ايه هيدروليكية، وبيوجد على كل محور محرك دوران. تمام يا حبايبي؟ طيب يبقى انا كده عرفت ان مصدر الحركة في المكن التقليدي محرك واحد وتيار متردد، في السي ان سي محرك لكل عمود دوران وبيبقى من نوع محركات الخطوة او المحركات الايه الهيدروليكية. تمام يا ولاد؟ نبص نشوف عنصر تاني من عناصر المقارنة بتاعتنا، وهو دقة عملية التشغيل. دقة عملية التشغيل بتوصل في المكن التقليدي 1 من 100 وتعتمد على مهارة العامل. دقة عملية التشغيل في مكن السي ان سي بتوصل لواحد من 1000 وتحتوي على نظام تعتمد على نظام التحكم المستخدم في الماكينة. العمالة يا ولاد، العمالة المستخدمة في المكن التقليدي بحتاج لعمالة ماهرة، في مكن السي ان سي بحتاج لعمالة مدربة على برنامج التحكم بتاعي. التكلفة طبعا بتاعت المكنة بديهية جدا، المكنة التقليدية بتبقى تكلفتها مرتفعة نسبيا، انما مكن السي ان سي ثمنه بيصل 5 أو 10 أضعاف حسب الاوبشن كمان اللي هو مجهزة بالمكنة، يعني بيصل لنسبة 5 أضعاف ماكينات التقليدية. ولازم نتكلم في النقطة دي شوية. يبقى انا عندي دلوقتي بالنسبة للمكن التقليدي يا ولاد، المكن التقليدي بالنسبة لدقة عمليات التشغيل انا بوصل لواحد من 100، هي دي الدقة اللي عندي اللي انا شغال عليها على المكن البلدي. تمام؟ مكن البرمجة او مكن التحكم العددي بيوصل لواحد من 1000، ده كان انا كل يوم بيطلع لي دلوقتي كنترول جديد، والكنترول اللي بيطلع بيبقى فيه نسبة دقة اعلى من الكنترول اللي قبله، يعني الواحد من 1000 ده من سنين. انا وصلت دلوقتي الدقة في التصنيع بتاعي بتوصل للنانوميتر. يعني ايه النانوميتر؟ يعني 1 × 10^-12 يا ولاد. عارف الواحد من 1000 يعني 1 × 10^-3. شوف الدقة دي اللي موجودة عندنا في الكتاب اللي كانوا بيكتبوها لنا ايام ما كان السي ان سي لسه طالع. لا، السي ان سي دلوقتي في السوق وصل الدقة بتاعته للنانوميتر. يعني ايه النانوميتر؟ يعني الدقة بتاعتي وصلت ل1/10^-12 من المليمتر. تمام يا ولاد؟ يعني انا دلوقتي مكن السي ان سي ده بقى بينافس بعضه. انا فرحان ان انا عندي مكن السي ان سي والمصنع اللي جنبه عنده مكن السي ان سي، بس انا ممكن لما اجي انافس بالمنتج بتاعي ما يتقبلش في السوق. ليه؟ لان المصنع اللي جنبي جايب دقة اعلى مني، والاوبشن اللي موجود عنده في المكن اوبشن فيه تسهيلات وفيه يعني امكانيات تقدر تعمل له شغل المكنة اللي عندي مش موجود فيها. الله، يعني احنا دلوقتي مكن السي ان سي مش هيعمل لي كل المكن زي بعضه؟ لا، ده مكن السي ان سي في حد ذاته كل يوم يا ولاد بيطلع فيه ابديت. كل ساعة ممكن لو شفت على الميديا هتبص تلاقي عندك كل ساعة المصانع اللي بتصنع مكن السي ان سي تطلع لك باوبشن حديث، والاوبشن ده هو السر في ان مصنع يصدر ومصنع ما يصدرش، ان مصنع يشتغل على حاجات معينه زي الاسطمبات ورمان البلي والحاجات اللي هي محتاجه لدقه عاليه قوي دي، ومصنع يخليه في الاكسات. طب ما انا عايز اكسب وعايز اصدر وعايز انافس عالميا، يبقى انا في الحاله دي كل يوم ادور على الاوبشن الحديث اللي موجود في سي ان سي وابدا ان انا اطور المكن اللي عندي بيه. يعني دراسة السي ان سي مش دراسة ثابتة، دراسة كل يوم فيها جديد. فالمادة دي يا ولاد مادة شيقة جدا، ولو يعني فهمتها كويس قوي يعني هتستثمر في نفسك صح. تمام حبايبي؟ يبقى انا دلوقتي عرفت ان الدقة في المكن التقليدي 1 من 100، الدقة في المكن السي ان سي وصلت لواحد من 1000، ودلوقتي وصلت ل1/10^-12 من الملي متر. كمان عندي العمالة المستخدمة، العمالة المستخدمة على المكن بتاع الكونفنشن اللي هو المكن البلدي ده كانت عمالة تحتاج الى عامل ماهر، عامل ماهر يشغل المكنة، انما السي ان سي
بيحتاج لعامل مدرب على برنامج التحكم. التكلفة زي ما قلنا مكن التقليدي بيبقى يعني غالي شوية، مكن السي ان سي 5 أضعافه، ومش 5 أضعافه ده كان زمان. دلوقتي مكن السي ان سي لو قارنته بالمكن البلدي ممكن يبقى عايز اضرب مثلا في 20-80%، يعني السعر بتاع المكن السي ان سي دلوقتي لا يقارن بمكن الكونفنشنال ماشين او المكن المانيوال بتاع اللي هو المكن البلدي اللي احنا متعودين عليه. طبعا تكلفة فرق كبير جدا جدا في التكلفة، والتكلفة بتفرق في الاوبشن اللي نازل في المكنة. كل ما المكنة بيكون الاوبشن بتاعها عالي كل طبعا ما تكلفتها بتختلف حسب الاوبشن اللي هي هتدهوني في الصناعة بتاعة المنتجات بتاعتي. تمام يا ولاد؟ طيب يبقى انا كده عرفت الفرق ما بين مكنات التحكم العددي والمكنات التقليدية من حيث الشكل. فمكن التقليدي هو مكن تقليدي الشكل، انما مكن السي ان سي محاط بغلاف بيحميني من الرايش، من سائل التبريد، من الضوضاء. بالنسبة للشكل للهيكل، مكن التقليدي بيبقى هيكل وخفيف عن مكن السي ان سي. مكن السي ان سي بيبقى اكثر قساوة، والسبب ده بيرجع لان مكن السي ان سي بيحتوي على مجموعة من المواتير كتيرة جدا. بالنسبة لعمود الادارة، عمود الحركة بتاعي في المكن العادي بيبقى على الوز شبه منحرف، عمود الحركة بيبقى في السي ان سي على الوز كروي، وده بيخلي ميزة مكنات التحكم العددي اكثر في ان هي قطعة الغيار بتعيش معايا كتير، التآكل والاحتكاك بيقل في عمود الدوران بتاعي، سرعة المكنة نفسها وحركتها للانتاج بتبقى اسرع من مكن التقليدي. كمان العمالة بالنسبة للمكن التقليدي بيبقى عمالة ماهرة. يعني ايه عامل ماهر؟ يعني عامل صنايع يقدر ان هو ينفذ لنا المنتج بتاعنا ماشي بـ 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 بالصنعة، يعني مش بمعايير اداء. تمام؟ احنا قلنا يعني فرق ما بين ان هو عامل ماهر وان هو عامل بيشتغل وفق معايير اداء. المكنة في السي ان سي لا، المكنة بتعمل وفق معايير اداء، فبالتالي المنتج اللي بيطلع من مكن السي ان سي بيطلع بمعايير اداء محدده، بيبقى اكثر دقه كبيره جدا من مكن الايه، من المكن التقليدي. كمان يا اولاد عندنا دقه عمليات التشغيل في المكن التقليدي بتوصل لواحد من 100 من الملي متر، ودي دقه رديئه جدا. الدقه في مكن السي ان سي بتوصل لواحد من 1000 من الملي متر. وزي ما قلنا دلوقتي ان الماكينات دي بتختلف حسب الاوبشن بتاعها اللي هو نازل في السوق بتاعي، وبتوصل لواحد في 10^12 من المليمتر. وبكده حبايبي النهاردة احنا وصلنا لاخر حلقتنا. شكرا لكم، اترككم في رعاية الله وامني، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا يا حبيبي، شكرا يا شباب.